شنو أفضل شيء ممكن أنا أسويه برمضان؟ الإجابة نوعا ما غريبة وصادمة لبعض الناس. أفضل شيء أنت ممكن تسويه في رمضان أنك أنت توقف معاصي، أنك أنت ما تعصي الله عز وجل. بس هذا اللي يبيه منك أنا. سالفة أن أنا ما أسمع حرام، ما أنظر إلى الحرام، ما أتكلم بالحرام، ترى هذا الأمر بروحه عظمة ومو سهل. يعني تخيل، ها، أبي لنهاية اليوم، لنهاية اليوم، لين تحط راسك على الفراش، لما تحصر عدد المعاصي اللي أنت سويتها، ما في معاصي. أنت ما سمعت ولا شيء حرام، ما نظرت إلى الحرام، ما دخلت مواقع التواصل الاجتماعي، يعني عينك ما تلوثت بالحرام. كل اللي قاعد تتابعهم شيء مرتب تبارك الرحمن، ما في نظر محرم، ما في سمع محرم، ما في كلام محرم، ما قاعد تروح جمعات أو جلسات فيها كلام غيبة، فيها نمي. الحفظ هذا عن المعاصي، إنك أنت ما سويت معصية، هذا أفضل شيء أنت ممكن تسويه في رمضان وحتى بعد رمضان. الشيء الثاني اللي أبي منك إنك تسوي، إنك تحافظ على الواجبات الفرائض، مو السنن. أنا الحين ما قاعد أتكلم إن أبيك تزيد من الطاعة بعد، لا لا لا، أنا أتكلم الحين في رمضان شنو أنا شيء ممكن أسويه جبار، إنك تحافظ على الواجبات، إنك تصلي الصلوات الخمس بوقتها بالصف الأول بالمسجد مع تكبيرة الإحرام. هل أمر هذا، يعني لما أنت مثلا تصلي التراويح، ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى ربي يثبت يا رب كل من يصلي التراويح، شيء عظيم جدا، لكن أنت مقصر في صلاة الفجر أو الظهر مثلا، خاصة الظهر يعني في رمضان فيها تقصير بشكل كبير جدا، أو العصر نايم عنها وقاعد تصلي التراويح، شيء زين، لكن مو هذا المطلوب. المطلوب أنك أنت تحافظ على الفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. فالمطلوب منك شيء في رمضان أنك تسويهم وتربي نفسك عليهم، الابتعاد عن المعاصي، ما أعصي، أخفف بشكل واضح جدا من المعاصي، الاتيان بالواجبات الفرائض. إذا سويت هالشيئين راح تصير عليك السنن الباجية جدا سهلة ويسيرة. خذ مني الكلام.